السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معانا في قناتنا مايكرو إيرا لشرح المايكروبيولوجي. معاكم دكتورة هنادي القط. بسم الله نبدأ. هنكمل حديثنا عن الفيبريو كوليرا. المرة اللي فاتت ابتدينا قلنا اتكلمنا عن عيلة الفيبريوس أو الفيبريو، تمام؟ قلنا هي موجودة فين، النورمال هابيتات بتاعتها أو الناتشورال هابيتات بتاعتها موجودة فين. اتكلمنا عن الجنرال فيتشرز بتاعة العيلة، وبعد كده خصنا بالذكر أول سبيشيز وأهم سبيشيز فيها، تمام؟ اللي هو الايه؟ الفيبريو كولر. اتكلمنا عن المورفولوجي، اتكلمنا عن الكالشر، صح كده؟ اتكلمنا عن البايو كيميكال رياكشنز او تيستس، تمام؟ اتكلمنا عن التقسيمه بتاعتها، قسمناها سيرولوجيكال وبايو ايه؟ وبايو تايب، لانابا ووجاوا وهيكوجيما، تمام؟ طيب ده باختصار اللي خدناه ايه المره اللي فاتت. طيب تعالوا النهارده بقى نتكلم عن الباثوجينيسيس والدايجنوزيس والتريتمنت، تمام؟ وهيبقى لسه ناقص لنا اللي هو البريفنشن، هنقوله المرة الجاية بإذن الله مع التو سبيشيز مع عيلة الإيرومونس، تمام؟ طيب لأن هما الكلام عليهم بسيط. طيب تعال نبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة أو المحاضرة بتاعتنا. بيقولك الكوليرا، هنتكلم بقى خلاص احنا كده ايه قلنا التفاصيل بتاعتها من بره، عايزين نخش بقى على الكوليرا كديزيز، صح؟ بيقولك بيعمل ايه؟ سيفير دياريال ديزيز. ولما يقولك سيفير بمعنى سيفير، وهتعرف ازاي دلوقتي، تمام؟ بيقولك بيبقى بسبب ها الفيبري كولر سيرو جروبس اللي هم ايه، فاكرين اللي هم O1 و O139، مش احنا قلنا ان دول هم اللي بيعملوا لنا الابيديميك، هم دول اللي بيعملوا لنا الكولرا. اي حالات تانية بقى اللي هي نان O1 ونان O139 دي حالات سبوريديك فردية، بتعمل برضو كولرا لايك دياريا، بتبقى دياريا شبه الكولرا بس مش كولرا، تمام؟ ما اقدرش اقول ان دي ابيديميك، تمام؟ هتعالج المريض وتديله انتبيوتيك وتمشيه، تمام؟ طيب لكن مش هعمل ازعاج ولا اقول ده فيه وباء، تمام؟ طيب تعال نخش على الباثوجينيسيس، تمام؟ بدايه بقى ايه الناتشورال ريزرفوار بتاع الاورجانيزم ده؟ بيقول لك ان الناتشورال ريزرفوار بتاعها الهيومن. بس انت قلتي لي في بتبقى موجوده في مكان تاني، بتبقى موجوده في الميه، صح؟ في الاكواتيك انفايرمنت، صح؟ تمام. يبقى انا عندي هنا الناتشورال ريزرفوار بتاع الاورجانيزم بتاعي الايه؟ الهيومن. وفي برضو بيقول لك as well as برضو موجود ها في الايه؟ في الاكواتيك انفايرمنت، في الميه. احنا قلنا بيحب الميه سواء كانت مالحه او ايه او عذبه. طيب دي اول ايه، دي اول نقطه اللي هو الايه الريزرفوار. وقلنا ناتشورال ريزرفوار بتاع اللي هو ايه الهيومن، وموجود برضو ليه سورس تاني اللي هو الايه الووتر. طيب بيقول لك المود اوف ترانسميشن، دي حاجات اساسيات بنعرفها في الاول قبل ما نخش على الديزيز، صح كده؟ لازم نعرف هو متواجد الريزرفوار بتاعه ايه، بيتنقل ازاي. طب بيقول لك بيتنقل ازاي، بيتنقل فيكو اورال، عارفينها فيكو اورال، صح كده؟ عن طريق كونتامينيتد الايه الووتر او الايه اور فود، صح؟ طيب هو اصلا بنقول ان هو عايش في الووتر، فطبيعي ان هو ممكن يحصل لي كونتامينيتد للووتر او الفود بالوسائل اللي قلنا عليها قبل كده، فيحصل لي ايه، بيبقى المود اوف ترانسميشن فيكو ايه، فيكو اورال. طيب بص يا سيدي، بيقول لك ايه بقى، لو تفتكر الجنرال فيتشرز او تفتكر لما اتكلمنا عن الفيبريو كوليرا وقلنا ان هي بتحب الالكالين، حتى لما جينا زرعناها على ايه، الكالين ببتون ووتر، صح كده؟ وفي نقطه انا نسيت اقولها بس اعتمادا على اللي انا قلتها قبل كده، احنا لما تيجي عندنا عينه الاستول بنعملها على انريشد ميديا، صح كده؟ خليها بس نقولها ايه، نبقى نقولها دلوقتي في الدياجنوستس، تمام؟ ما نسبقش الاحداث، تمام؟ طيب بنقول لك ان الكوليرا او الفيبريو كوليرا بتحب الالكالين، صح كده؟ حتى زرعناها على الالكالين بالتور ووتر لما عملت لي ايه سيرفيس بيليكل، صح؟ طيب بيقول لك سنسيتيف للاسيد، والاسيد ممكن يدمرها. طب واحد يقول لي ايه، طب امال هي ازاي بتخش الانتستين وتعمل لي دياريه؟ طب دخلت ازاي اما هي اصلا بتخاف من الاسيد، يعني ممكن الجاستريك اسيديتي تنهي عليها. بص بقى، عشان تجي لك الكوليرا محتاج يخش لك من 10 بس من 10 مليون ل 100 مليار اورجانيزم. ياه، شايفين الانفكتيف دوز بتاعتها كبيره ازاي؟ استنتج ايه من الانفكتيف دوز بتاعتها كبيره؟ ان هي ما بتتنقلش بيرسون تو بيرسون، صح كده؟ ما اصل انا بقى اصلا مش جايه متعمده، يعني جايبه بقى 100 مليار اورجانيزم ويلا يا ابني خد اهو روح رميهم في وشك، لا ما هو مش هتحصل، تمام؟ لو تفتكروا ترجعوا بالذاكره في الشجله، قلنا ان 100 باسيلاي بس الانفكتيف ديز بتاعتها فيري لو، عشان كده ممكن تتنقل بيرسون تو بيرسون. اليوريسينيا، صح؟ قلنا ان اورجانيزم من اورجانيزم ال10
يقدر يعمل لك الديزيز، صح كده؟ والديزيز خطير اللي هو البليغ، ويسبب لك الوفاه، تمام؟ لكن هنا بقول لك عشان تتنقل لك محتاج من 10 مليون ل 100 مليار اورجانيزم. طب واحد يقول لي ايه؟ ليه الدوز بتاعتها عاليه قوي؟ ما انا بقول لك اهي، هي ما بتحبش الاسيد، فلما هتخش الجاستريك اسيديتي هتقتل كتير منها، الشويه اللي هيتبقوا هيروحوا يعملوا لك الديزيز. عشان كده كانت لازم تخش اعداد كبيره، تمام، باعداد مهوله، عشان لما تخش بما انها ما بتحبش الاسيد فهت ايه، هتروح تدور لها على حته كده على الكراين في الانتستين تقعد فيها، تمام، تروح ايه، بما انها ما بتحبش الاسيد، صح كده؟ فجزء منها، جزء منها، لا اسيد مش هتدور على حته الكراين ولا حاجه، لا بص هي ما بتحبش الاسيد، فهتخش شويه الجاستريك اسيدتي هيموتوا منها، والشويه الباقيين هيخشوا يعملوا لك ايه، هيخشوا يعملوا لك الديزيز، صح كده؟ يبقى عشان كده الانفكتيف دوز بتاعتها فيري ايه، فيري هاي او هاي، تمام. طيب يبقى انا كده ما بيحصلليش بيرسون تو بيرسون، صح؟ ما ينفعش، ده انا قلت الشجيلة 100 والرسينة 1 او 10، صح؟ لكن انا اجيب منين 10 مليون ل 100 مليار دي؟ فالعدد ايه، كبير. طيب لما بنقول حاجه بنستنتج منها حاجه ثانيه، ان هي ما ينفعش يحصل بيرسون تو بيرسون ايه، ترانسميشن. طيب بص يا سيدي بقى، عملت ايه الست كولرا دي؟ دخلت قالت لك بس الزبون وصل، خلاص انا ايه، خلاص هو حصل ان انا ايه، دخلت جوه. عملت ايه؟ تمام، عملت اخترقت، دخلت على الجاستريك ميوكوزا واخترقت، عملت بنتريت للميوكوزا لير، الميوكس لير بتاع السمول انتستين. طب عملت بنتريت بايه؟ ارجع بالذاكره كده للموتيليتي بتاعتها، الدارتنج موتيليتي، فاكر؟ تمام، هي دخلت على الجاستريك ميوكوزا وعملت بنتريت للميوكس لير بتاع السمول انتستين بالايه، بالحركه بتاعتها اللي زي الشنيور اللي دخلت بيها اللي هي الدارتنج موتيليتي، عملت بنتريت، اخترقت الايه، الميوكوزا لير بتاع السمول ايه انتستين، صح كده؟ بس دخلت، ها مسكت في الايه، في الانتستينال ميوكوزا، مسكت عملت لها ادهير بالفيرينس فاكتور بقى بتاعتها، طلعت الفيرينس فاكتور جرام نيجاتيف بس الله، يعني ده بيلاي او فيمبريا، تمام، مسكت عملت ادهير للانتستينال ايه، ميوكوزا، بس خلاص جالك الفرج، قعدت عملت مالتبلاي، عملت كولونايز للمكان، استعمرته، استقرت، ابتدت خلاص بقى بعد ما بتستقرت تبتدي ايه، بتطلع الابداعات اللي عملت، طلعت لي الايه، الكوليرا توكسين، تمام. تاني دخلت الجاستريك ميوكوزا، عملت لي بنتريت عن طريق الدارتنج موتيليتي بتاعتها للميوكاس لير بتاع السمول انتستين، تمام. بعد ما دخلت قالت لك ايه، انا هدهير بقى، اعمل ادهير، هلزق بقى في حته كده عشان خاطر ايه، استكين كده واعرف اشوف شغلي، راحت مسكت عملت ادهير للانتستينال ميوكوزا، استقرت، قعدت عملت مالتي بلاي، عملت كولونايزيشن، خلاص الدنيا رقت معايا، بس اشوف شغلي بقى ايه، شغلها راحت طلعت لك الكوليرا توكسين. وده بيشتغل لوكال، الكوليرا توكسين بيشتغل لوكال، تمام، وبيسموه كولوراجين، الكولوراجين، تمام، وبيسموه برضو كوليرا انتيرو توكسين، تمام. طيب بيعمل ايه بقى عم الكوليرا توكسين ده اللي عامل لنا ازمه ومش عارفه ايه؟ بص الميكانيزم بتاعته بتكون شبه التوكسين اللي هو ال LT بتاع الايكولاي، فاكرينه اللي هو الهيتلابايل. بص بقى، هو شبه وبيشتغل في الميكانيزم بتاعته شبه، فاكرين ال LT ده قلنا ان هو AB سابيونت، صح كده؟ صاحبنا ده برضو AB سابيونت، الفرق الوحيد بس ان ده عنده ال B ده 5B سابيونت. انت عارفين ال B سابيونت دي بتعمل بايندينج، صح؟ والايه اللي بتعمل الاكشن، طب صح كده؟ يبقى انا عندي هنا البي سب يونت 5، عنده 5 بي سب يونت بس، زي الورده كده الاي سب يونت وماسك ايه حواليها ال 5 بي سب يونت اللي هم زي الورده كده، حتى بيسموهم روز شيب، تمام. يبقى هي زي ال LT. طب ال LT كان بيعمل ايه؟ ها يلا نرجع بقى للقانون بتاع ال LT او الميكانيزم بتاعته. هي بيعمل اكتيفيت للادرينال سايكليز، وبدوره بيحصل الايفيت، بيعلي لي السايكليك AMP، يحصل لي اكسكريشن للووتر والكلور كتير، صح كده؟ ويحصل لي ري ابسوربشن للصوديوم، ما بيعرفش يمتص الصوديوم، تمام كده؟ يحصل ان كل الفلويد دي تحصل لها ان هي بتتجمع في اليوم، الانتست ما تقدرش تعمل منتين، ما تقدرش تحافظ عليها، راح حصل لي ايه؟ ووتري دايريا. هو صاحبنا ده برضو بيشتغل بنفس الميكانيزم، واي بي سب يونت برضو، تمام؟ طيب يبقى ادي الكوليرا توكسين، صح كده؟ قلنا الكوليرا توكسين
بيشبه ال ال تي بتاع الايكولاي البي سب يونت برضو وبيشتغل بنفس الميكانيزم، بس الفرق ان ده عنده 5 بي اي سب يونت. طيب يبقى كده خلصنا الباثوجينيسيس، اتكلمنا عن الكوليرا توكسين اللي هي بعد ما استقرت قالت تطلع بقى التوكسين وتورينا المواهب بتاعتها. طلعت التوكسين بتاع اللي هو الكوليرا توكسين اللي هو الكولراجين او الكوليرا انتيرو توكسين، تمام. والميكانيزم بتاعته بتشبه ال ال ايه ال ال تي اللي هو الايه الهيت لاباي بتاع الايه الايكولاي، وبيعمل لي ايه ووتر دايري، بس مش اي ووتر دايري، تمام. طيب تعالوا نخش على الكلينيكال مانيفيستيشنز. بص بقى الانكيوبيشن بيريود بتاعتها قصيره او صغيره من يوم لاربعه. واحد يقول لي فاكر انا قلت لك لما كان الحجيج بيجوا كانوا بيعملوا لهم كامبينج بره البلد او في حته متطرفه عشان خاطر ما يقولوش الوباء، قلت لك كانوا بيقعدوا الحج من يومين لاربع ايام ما حصلش اسهال ولا اي حاجه، تمام، يروحوا مدخلينه. يبقى انا عندي الانكيوبيشن بيريود بتاعتي صغيره من يوم لاربع ايه لاربع ايام، وبيقول لك الديزيز رانز ران ايت كورس من يومين لسبعة ايام، تمام. طيب ماله بقى عم الحاج ده بيظهر عليه ايه؟ بص بيقول لك بقى ايه ابراب اونست اوف فوميتنج، تمام، وماسيف ماسيف ووتر داري، يعني تلاقيه عمال يجيب من فوق ومن تحت من فوق ومن تحت، تلاقيه بقى عمال يرجع مره واحده كده عمال يرجع وعمال يسهل، تمام. بيقول لك ماسيف يعني اسهال فظيع، تمام. يبقى انا الكلينيكال مانيفيستيشن بتاعتها بيقول لك ابريفت اونست يعني حاجه مفاجاه من الفوميتنج وماسيف سفير دايري. يا بص يا سيدي لما بيجيله الاول اول ما بيجيله اللي هي الاورجانيزم وبتدي يظهر عليه الاعراض لسه في معدته في فيكال ماتر، صح، في فيكال ماتيريال، صح كده، في لسه شويه ايه الفيسز العادي لما بينزل ينزله في الاول، وبعد كده بتلاقي بقى ايه بتلاقي ان الـ ان الدايريا بتاعته بتبقى عامله زي الميه كده سايبه ولونها معكر، حتى بقول لك عليها سايبه حتى بقول لك عليها زي ميه الرز، تمام، مش بنقرفكم يعني ولا حاجه، بس هي فعلا بتبقى شبه ميه الرز، حتى بيسموها رايس ووتر ستول، ودي على فكره كي وورد لو انت يا طالب وبيجي لك كيسز كي وورد لما يقول لك رايس ووتر ستول، تمام. طيب هتلاقيها ايه هي دي، فاكرين الدفتيريا لما كنا قلنا اللي هي البول نيك، كان قلنا برضو كي وورد لو جالك كيس برضو هنا لما يقول لك ايه رايس ووتر ستول، تعرف على طول ان هي الكوليرا بتخلي الستول او الدايريا بتبقى نازله زي الميه كده سايبه، وبتبقى كانها ميه، عارف الرز لما بتنقعه شوف ميه الرز، هو بتبقى شبه ميه الرز كده، تمام. طيب واحد يقول لي يعني الراجل اللي انت عماله تقولي لي بقى ماسيف ووتر دايريا مش عارفه ايه يعني بيفقد قد ايه، انا مش عايز اقول لك ان الرقم يفاجئك، الراجل ده ممكن يفقد 20 لتر في اليوم، يعني 20 لتر ده في كتب كمان بتكتب لك لتر على كل ساعه، يعني 24 لتر في 24 ساعه، يعني كل ساعه بيفقد لتر، يا لتر من السوائل اللي جوايا. طب وبيجيبهم من ايه؟ ما هو عمال يشرب ويعمل حمام يشرب ويعمل حمام وهكذا، عمال كل اللي بيشربه بينزله كل اللي بيشربه بينزله، تمام. فخد بالك الموضوع خطير، الموضوع مش سهل، انت لو سبت المريض ما عالجتوش انت المريض يعمل يحصل له دي هيدريشن ويموت منك، تمام، ويحصل له هايبوفوليميك والكلام ده كله، تلاقي بقى طبعا الفلويد كلها عماله تنزل والكدني تتضرر ومش عارفه والنهايه يموت، تمام. الفلويد على كل السوائل والالكترونيت اللي في الجسم عماله تقع عماله يفقدها، خلاص هتعمل ايه هيموت، تمام، فلازم يتعالج، تمام. طيب هل يا ترى عندي كرونيك كارير؟ عندي بس حالات نادره، تمام، نادره اللي هي ايه كونفلسنت ايه كارير في فتره النقاهه، ممكن العيان يقلب ايه يقلب كارير، تمام. طيب يبقى احنا كده خلصنا الباثوجينيسيس، قلنا الناتشرال ريزرفوار بيتنقل فيكو اورالي، قلنا ان هي سنسيتيف للاسيد عشان كده محتاج ان هي تخش كميات كبيره عشان لما الجزء اللي يموت بالجاستريك اسيديتي الباقي اللي يعيش يخش يعمل الديزيز، ما بتتنقلش بيرسون تو بيرسون. طيب قلنا ان هي بتخش بتخترق اللي هو الميكوزا لير بتاعه السمول انتستين وتخش تمسك تعمل ادير في الانتستين الميكوزا، تمام كده، وتعمل بقى مالتي بلاي وكولونايز وتبتدي تستقر وتطلع التوكسين بتاعها، التوكسين بتاع الميكانيزم بتاعه زي ال ال تي اللي هو الهيتلاوين واي بي توكسين، بس يفرق ان هو عنده 5 بي سب يونت، تمام. قلنا الكلينيكال مانيفيستيشن انكيوبيشن بيريد بتاعتها من يوم لاربع ايام، الاعراض بتاعته اللي هي الابرابت اونست اوف فوميتنج ماسيف ووتر دايريا
وقلنا ان هو تقريبا بيفقد 20 لتر في اليوم، لان هو بيزي من ان هو يشرب ويعمل حمام يشرب، واللي بيشربه كله بايه بينزل. تمام. في حالات كرونيك طبعا لازم يتعالج، في حاله ان هو لو ما اتعالجش ممكن المريض يموت منك، تمام، من كتر السوائل اللي بيفقدها. طيب في كرونيك كارير في حاله الايه نادرا بس اكتشف لقوها، تمام، في حاله الايه كونفلسنت ايه كارير في حاله فتره النقاهه، كونفلسنت يعني نقاهه. تمام. طيب تعال دايجنوزس، تعال نعمل دايجنوزس نشخص. ايه واحد بيقول لي طب انا هاخد العين، استنى بس عينيه ايه ده، انت جالك مريض عمال يجي من فوق ومن تحت، عينيه ايه دلوقتي، اصبر، خش عالج المريض بتاعك الاول على طول، اعمل الفلويد الالكترولايت ريبليسمنت على طول، عوضه عن الحاجات اللي هو بيفقدها دي، وبعد كده يا سيدي نبقى نشوف هي كولر ولا مش كولر. طب يا ستي ما انا ممكن اعمل كده وما ما تطلعش كولر. يا سيدي ومال ما انت عالجت المريض، هو انا كل بحثي او همي ان هي تطلع كولر ويطلع وباء في المكان؟ لا، انا المهم عندي صحه المريض. انت اهم حاجه عندك او الرساله الاولى ليك ان هي ان انت تحمي المريض بقدر المستطاع، صح؟ فانت جاي لك واحد عمال يجي من فوق ومن تحت ومش عارفه، لسه هتقول لي هبعت؟ ابعث، انت لازم تبعت ولازم تعمل دايجنوز وفول دايجنوز كمان، مش دايجنوز عادي، تمام؟ بس ابتدي عالجه، اعمل له ريبليسمنت للفلويدز اللي عمال يفقدها بقى، ده الراجل عمال ينزل بقى يفقد الالكترولايت الصوديوم والكلور والبيكربونات ومش عارفه، الراجل الدنيا ضاعت معاه، تمام؟ ظبط وبعد كده ايه؟ امشي في اجراءاتك عادي، تمام؟ طيب هناخد السبيسمن بتاعتك تبقى ايه؟ تبقى ستون. طيب في حاله الكرونيك او الكارير هاخد ايه؟ هاخد ريكتال سواب. ليه؟ لان انا ممكن الدائريه عنده قلت، ممكن الاورجانيزم يقل، فانا هدور على السورس نفسه، صح كده؟ يبقى انا اخد ريكتال ايه؟ ريكتال سواب، يبقى يا اما اخد ستول، تمام، يا اما اخد ايه؟ ريكتال سواب من الايه؟ من الكارير. طيب كالتيفيشن، ازرع، ها عايز حد يقول لي ها هزرع على الالكالين بتون ووتر، هي دي النقطه اللي انا كنت هقولها في الاول. احنا لما بيجي لنا عينه ستول لو تفتكروا بنعمل لها ايه؟ الاول بنزرعها على ايه؟ ري انريش ايه؟ انريشمنت ميديا اللي هي الفلويد ميديا، صح كده؟ كنا في الاول بنزرعها على السيلانايت والايه والصايو ايه والصايو سلفيت حاجه زي كده، او الصايو مش متذكره، على السيلانايت بروس، تمام. طيب كنا بنزرعها على السيلانايت اول ما بتجيلي عشان خاطر امنع الايه، امنع الايكولاي، واشوف لو هدور على الشيجيلا او السالمونيلا. طب انا ممكن ازرع على طول على الالكلاين ببتون ووتر، وفي نفس الوقت ازرع على السوليد ميديا برضو، تمام. وقلنا القصه دي قبل كده بحيث ان انا اسعف نفسي لو السوليد ميديا مثلا طلعت اورجانيزمات مغطيه على الاورجانيزم بتاعي، ما عرفتش اطلع سيبريت كولوني، اي كلام، تمام، اي كلام من احنا قلناه ده، يبقى انا عندي الايه الليكويد ميديا اخد منها واعمل ايه سب كالشر، تمام. يبقى اول حاجه بزرع على الكلاين بتون ووتر، تاني حاجه بزرع تي سي بي اس اللي هو الصاي سلفيت ستريت بايل سولت ايه سكروز، هي بتبقى لونها جرين وبتديني يلو كولوني، تمام. طيب قلنا ما عنديش التي سي بي اس، هزرع نيوترون تأجار بس هخليها الكلاين، تمام. طيب الايدنتيفيكيشن، ها عايز اتعرف عليه، لسه قايله هتديني يلو كولوني، ها يلو كولوني على التي سي بي اس، ما حدش قال لي هي على المكونك بتديني ايه. انا لما جيت قلت لك هي بتعمل فيرمنتيشن، فاكر كلمه سمج اللي جمعناهم فيها اللي هي سمج بس 2 ميم سمج، قلنا بتعمل فيرمنت للسكروز للملتوز للمانايت للجلوكوز، صح؟ ما جبناش سيره اللاكتوز، يبقى بتديني ايه؟ نان لاكتوز فيرمنتر، بتديني بي الكولوني على الايه؟ على الماكونكي. طب تمام، بص بقى في حاجه كده كاتباها ودي اول مره ايه نقولها، حاجه اسمها ويت ماونت. ايه ويت ماونت دي؟ بص يا سيدي، ده اختبار بيتعمل مباشره على طول، لا فيه لا فيكسيشن ولا فيه صبغ ولا بتصبغ ولا بتعمل فيكسيشن ولا اي حاجه. كل ما هنالك بتجيب السلايد بتاعتك تحط عليها نقطه ميه، تمام، تجيب نقطه من السم اللي بتاعتك وتروح مقلبها فيها كده، تمام، وتروح حاطط الكفر تغطي وتروح بص على الميكرو تحت الميكروسكوب على طول، هي دي الويت ماونت، تمام. وبنستخدمها لعده اغراض من ضمنهم ان احنا ندور على الموتيلتي، نشوف الموتيلتي بتاعت الايه بتاعت الاورجانيزم، نشوفه موتيل ولا لا، تمام. يبقى الويت ماونت انا هجيب اهو، هجيب السلايد بتاعتي احط عليها نقطه ووتر، نقطه من السامبل بتاعتي، واقلب كده بالراحه، تمام، واروح حاطه الكفر بتاعي واروح بص على الايه، بص على السلايد بتاعتي تحت الميكروسكوب، هشوف ايه، هشوف الموتيلتي، صح. لو هي الكولر هتبقى تتحرك، صح، هشوف الدارتنج موتيلتي، تمام. طيب هعمل بايوكيميكال رياكشن، لسه قايلين هي بتعمل فيرمنت للسكروز مالتوز مانايت جلوكوز، وبتديني اسيد اونلي، ما بتديش ايه جاز، اوكسيديز بوزيتيف اندول بوزيتيف كاتاليز بوزيتيف عتي اس اي تريبل شوجر ايرن يلو سلانت يلو بوت، مفيش كراكنج، صح.
تمام، لان هي بتعمل بتعملش ايه جاز برودكشن. طيب طب تمام، حلو قوي قوي لحد كده. ها اسحب بقى التليفون واتصل، ايوه وزير الصحه انت مش عارفني انا مين؟ ده انا الدكتوره نادي يا عم، ده انا لقيت عندي هنا فيبريو كوليرا والدنيا بايظه يا راجل. اه امال ايه، وجبت الناس على ملا وشهم، تعالى يا ابني ورينا الفيبريو كوليرا تمام بتاعتك. ها بصينا، اه يا عم ده ايه، بص طالعه، ده انا خدت اهو عملت الكالتيفيشن وزرعت على التي سي بي اس وعملت وعملت. طب ها او 1 ولا او 139؟ نعم ايوه يا ابني قول لي هي او 1 ولا او 139؟ امرني سيادتك، عايز ايه يعني؟ عايز ايه؟ هتوب، ده هيتعلق النهارده. ليه؟ انت دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله لو قلت تلاقيها انتشرت لاخر الدنيا. طب فيس بقى وانستجرام تويتر وسلام بقى، الاخبار دي بتنتشر بسرعه، ايه ما اقولكش تمام. طيب دلوقتي الراجل ده اتصل وجاب الناس على ملا وشهم، طبعا هو الناس جايين، هو فلان اتصل ايه؟ يا لهوي ده لقى كوليرا يا خراشي. هقولك على حاجه بس ما تقولش لحد، ايه ده في كوليرا بس كده، قوله بس الاثنين ستات وخلاص كده، ممكن تنتشر لامريكا في نفس الخمس دقايق اللي انت قلت فيهم. بس هو ستات كفيله ان هي تقول الدنيا كلها، والرجاله كمان مش ستات بس يعني، مش الستات ما تزعلش تمام. طب قبل يا سيدي، الله يبارك لك الله يكرمك، قبل ما تقول ان انا عندي كوليرا اعمل التست اللي هو الكونفرميشن، اعرف لي دي او 1 ولا او 139. انا عندي كذا او صح، ما عنديش منهم الا او 1 و او 139 اللي بيعملوا الابيديميك، ما يمكن يا سيدي حاله سبوريدك. احنا مش قلنا ان الكوليرا الفيبريو قسمناها الاو 1 و او 139 ودول بيعملوا الابيديميك والباقي كله نان او 1 ونان او 139؟ ما يمكن من نان يا عم، ايه اللي خلاك عملت ازعاج تمام؟ طيب اصل انت كده كده يعني ايه هينفخوك، فايه خليك هتتنفخ بايه؟ بادب. يعني ايه هينفخوني؟ ما هو انت دلوقتي لو قلت وطلعت كذاب هتتعلق وهيتعمل معاك الصح، هتتروق بمعنى اصح، الراح اللي جاي هيروق عليك تمام، هتتروق على الاخر. طيب واحد يقول لك بص يا عم انا راجل صاحب عيال، لا هعمل نوتيفاي ولا هبلغ ولا هقول، ما انت برضه هتتنافخ. ليه؟ لان انت عرفت ان احنا على اعتاب ابيديميك وما بلغتش. ليه؟ عشان ناخد احتياطاتنا بتاعت الانفكشن كنترول، الناس تنزل مثلا الفاكسينز والحاجات دي، يا جماعه توجهوا لاقرب صيدليه اقرب مستشفى، الناس تاخد التطعيم عشان نلحق نفسينا، مش الكل يبقى ضحايا تمام. فيا ريت ما تبقى السلبي، يا ريت ما تبقاش ايجابي زياده عن اللازم لدرجه ان انت تضر هنا وتضر غيرك، صح كده؟ خليك عاقل حكيم، اعرض الموضوع على اكتر من حد اكبر منك تمام، خد رايهم في الموضوع قبل ما ايه، قبل ما تتكلم. الكلمه اللي بتطلع طاش تدخلها تاني تمام. طيب يبقى انا لازم اعمل تيست كونفيرميشن، هعمل ايه؟ هعمل سلايد اجلوتينيشن، هجيب انتي او 1 وانتي او 139 واشوف هعمل ايه. هجيب العينه بتاعتي تمام، شوف بقى هجيب مثلا ايه، هجيب الاول السامبل مثلا، السامبل بتاعتي او هجيب الكولوني تمام، الكولوني للتاكيد اهو تمام، حطيت عليها انتي او 1 الاول اهو، خدت الاول السامبل يا شباب اهو نقطه من السامبل، وزي ما قلنا عملنا ويت ماونت، بصيت كده لقيتها مطيل. طيب اروح حاطط عليها انتي او 1 وبص، لو هي كوليرا او لو هي او 1 من نوع الاو 1 هتلاقي الحركه وقفت، هيحصل ستوب للحركه تمام. طيب ممكن بقى واحد ايه، واحد حلو كده حبيبنا يروح يقعد يحط يقعد يحط، عايز الحركه تقف وخلاص، مش عايزها تتحرك عشان يطلع بقى ايه هو نجم المجتمع، لا بالراحه. عشان كده بنقول لك عيد التست الاختبار كذا مره، شيء استشير حد اكبر منك تمام، ومش عيب ان الواحد يستشير تمام. طيب زي ما بيقولوا كده ما خاب من استشار. طيب هنجيب بقى السلايد بتاعتي، حطيت نقطه الميه العينه بتاعتي، بصيت اه لقيتها مطيل، لقيتها مطيب، لقيتها بتتحرك، رحت جبت انتي او انتي بادي سبيسيفيك للاو اللي هو الاو 1 وحطيت نقطه عليها، بصيت لو لقيت الحركه وقفت يبقى دي انتي او، وهكذا او 139 حطيت نقطه لقيت الحركه وقفت يبقى او 139 تمام. الحركه ما وقفتش بقى يبقى ده اي حاجه تانية يا عم، خلاص ماشي اوكي، عالج المريض وعيش حياتك لكن ما تقلبش الدنيا، صح كده؟ يبقى انا لازم اعمل سلايد اجلوتينيشن، ده الكونفرميشن، اجيب انتي او 1 واو 139 واشوف تمام، انتي سير سبيسيفيك للايه؟ للاو 1 والاو 139 تمام كده. بقى لما تيجي تتكلم تتكلم من مركز كو وتعيد الحاجه وتظبط ايديك وتعرضها على ناس اكبر منك مره واثنين وثلاثه قبل ما ايه؟ قبل ما تعمل ازعاج في المكان اللي انت فيه تمام. طيب يبقى كده خلصنا الايه الدايجنوز. ايه بقى ديورنج ابيديميك دي؟ بص بقى
انا دلوقتي لا قدر الله خلاص عرفت ان الكوليرا دخلت وبقى في وباء، هل يا ترى كل مريض هيجي لي هقعد اعمل كل الرصه دي؟ ليه ما انا عارفه ان انا اصلا خلاص في ايبيديمي، هعمل ايه؟ هيكفيني هيكفيني اللي هو الفيلم بس اللي هو الويت ماونت ده، هروح جايباه زي ما قلت كده نقطه والله نقطه من السم الابص اللي هي بتتحرك تمام خلاص، اروح حاطه نقطه من الانتي او 1 لقيته وقفت خلاص يلا يا عم يلا روح على الحميات انت ايه عندك كوليرا تمام. طب واحد يقول لي ليه ما خلاص انا في ايبيديمي، طب نفترض ما طلعتش كوليرا ما ضرتوش، وديته برضو عملت له بليسمنت للفلويد الالكتروليت اللي هو فقدها الالكتروليتس اللي هو فقدها، وديته انتي بايوتيك والعيان خف وبقى زي الفل، ايه المشكله؟ انت كده كده ما انت لازم تعوض الحاجات اللي هو فقدها دي كلها تمام. يبقى ده الاورجانيزم كان عندي يعدي عليا بكتفي بالدايركت سمير في الاكيوت ميل جونوريا، كنت بكتفي برضو باللي هو الايه بالدايركت سمير بتاعي تمام. تاني حاجه مين؟ هيا شباب الجاردنيلا فاجينالس. تالت حاجه الكوليرا ديورنج الايه الايبيديميك اثناء الوباء بكتفي بالايه بالفيلم ده تمام كده. طيب كده خلصنا الدياجنوزز بتاعتنا. طب التريتمنت قلناها في وسط ما احنا بنتكلم كذا مره، قلنا الفلويد والالكترولايت ايه ريبليسمنت، هعوض على طول احط له محلول اعوض تمام، انا مش هشربه حاجه بس انا اللي هشربه له هينزله، ده ما هو عمال اصلا اللي ياخده ينزله تمام، فعلق له ايه محاليل وعوض له الفلويد والحاجات اللي هو ايه فقد. هدي له انتي بايوتيك، ومهم جدا ندي له انتي بايوتيك ليه؟ عشان اقلل الفتره بتاعت اعمل شورت للديوريشن بتاع الدياريه، اخلي الراجل يهدى شويه بدل ما هو الصفة يا عيني تمام. الانتي بايوتيك. وتاني حاجه همنع انتشار الاورجانيزم، لما بدي انتي بايوتيك بموت الاورجانيزم، بموت ايه بخلي الاورجانيزم لما هيموت مش هيطلع لي توكسين صح كده، يبقى انا بمنع انتشار الايه الاورجانيزم، بالاخص ان احنا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني ما فيش بروبر سويج ايه ديسبوزال، يعني ما عندناش ايه اللي هو عندنا الميه بتاعت الصرف بيروي بيها الزرع وكده، حاجات جميله يعني ما بتحصلش اللي عندنا في بلادنا العربيه. فالانتيبيوتيك مهم، هيقلل لك الديوريشن بتاعت الدهريه، هيمنع لك الايه الاكسكريشن، او هيقلل لك يعمل لك ريديوس الاكسكريشن بتاع الايه الاورجانيزم عشان ما ايه ما ينتشرش في المجتمع تمام. واحنا كده خلصنا، المره الجايه ان شاء الله هناخد البريفنشن وباقي الايه وباقي السبيشيز والعيله بتاعت الايرومونس. اتمنى ان انا اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.